بسم الله، السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم غادي نديرو وصفه الباغيت الفرنسي. لهذه الوصفه كنحتاجو 500 غرام من الفارين، كنحتاجو نصف ملعقه صغيره من السكر حبيبات، ملعقه صغيره مملوءه من الملح، ملعقه كبيره من خميره العجن، قليل من الفورص فاش غنقرصو الباغيت ديالنا، و 350 مليلتر من الماء الدافئ ما يعادل 2 كيسان العنبه. لا على بركه الله نخوي الماء هو الاول، نزيد عليه الخميرة وغنحاول ندوبها. ضروري هاد العملية حتى تذوب الخميرة، عاد غنضيف عليها باقي مقادير. الآن نضيف السكر ونضيف الفارين، وعاد غادي نزيد عليها ملح وغنجمع العجين ديالي. حاولوا تاخذوا المقادير مضبوطه البنات، 500 غرام تاع الفورص مع 2 كيسان تاع العنبة من الماء الدافئ ما يعادل 350 مليلتر، معلقة صغيرة مملوءة من الملح، نص معلقة صغيرة من السكر حبيبات، ومعلقة كبيرة من خميرة العجن. الآن غادي ناخذ عجينة ديالي غنحطها فوق سطح العمل وغادي نخدمها البنات، ندلكها من 7 حتى 10 دقائق. ضروري من هذه العملية باش تدخل لينا المقادير في بعضياتها تنجح معانا الوصفة. صافي انا دلكته واحد 7 دقائق غير بشويه عليكم البنات، انا حيت كنزرب واحد 7 دقائق. الان نردو البول، ندير شويه الفارين باش ما يلصقش، ونحطو ونغطيه بالبلاستيك غذائي واحد نص ساعه نخليه يرتاح. نزيدو شي فيطه بحال هكا نقيه ولا شي زويف حتى يضاعف الحجم ديالو ونرجع معاكم. بعد مرور 30 دقيقة العجينة ديالنا هاهي خمرات، غدا ندير شوية الفورص فوق سطح العمل كما كتشوفو معايا، هاهي ارتاحت. والآن غدا نقسم العجين ديالي، هذا واحد 4 القطع. تقدروا تستعملوا الميزان وديروهم متساويين، انا هنايا عيني ميزان ماشي مشكل تجيني واحدة صغيرة واحدة كبيرة، اللي بغاهم نفس الحجم يستعمل الميزان ويقطعهم. والان غدا نبدا نشكل فيهم باستعمال فورص هذا الشكل، كنسرحوهم بحال هكا على هاد الجنب وكنقلبو لشي اخرى وكنضغطو. نسرح مزيان هنايا وكنعاود نتني العجين ديالي بلا ما نزير البنات، بشويه نتنيه لعندي نفس الطريقه. غدا نورك على هاد الجنب عاوتاني
ونجيب العجين لعندي، ودائما بستعمل الدقيق فرص، وغنقلب الباكيت وندير ليه بحال هكا البنات، نسدو مزيان اطراف اصابعه، نتاكد باللي سديت الباكيت جوانب حتى هما هذا الشكل، كنقرصو بحال هكا باش يتسد. نزيد شويه الفرن ونشكل الباكيطه ديالي. في الاثناء انا حضرت طاوه درت فيها ورق الفرن، غادا نهز الباكيط ديالي وغادا نحطها هذا الشكل، نقادها والجهه اللي سديتها البنات الاصابع غتجي هي التحتانيه، نحطوها هي التحتانيه. نفس الطريقه غنعاود معاكم وحده اخرى. غادي نسرح العجين كما كتشوفوه هو مرتاح هذا الشكل، غادي نحاول نرقق بهالطريقه الجانب وردو بحال هكا للداخل بلا ما نزير البنات، ونعود نجيب العجين اللي عندي نرقق هاد الجنب غير بصبيعاتكم بحال هكا، ونقلب عاوتاني العجين بلا ما نزير، دير شويه الفرص ونقلب العجين اللي عندي ونبدا كنسد فيه من الجوانب الوسط بحال هكا البنات مزيان باش تسد معايا العجينه بحال هكا والجوانب، ونقلبو للجهه اخرى غير شويه بهذه الطريقه تنشكل الباكيط ديالي. والان غادي نوضعها بجانب الباكيط الاولى اللي درت، نقادها وبنفس الطريقه ها هما باقي معايا جوج، غادي نشكل جوج باكيط اللي بقاو ليا ونرد لداخل نحاول نقاد هاد الجوانب تكون مربعة العجين، ونعاود ومن هنا بهاد الطريقة صافي ونسد. نفس الطريقه غنكمل باقيت الاخيره اللي بقات معايا وغنرجع نتلاقى بكم بعد ما شكلت القطع ديال الباقيت اللي عندي. الان غدا نغطي عليها وغنخليها عاوتاني ترتاح وتخمر من 20 ل 25 دقيقه، ومن بعد غنتلاقاو باش نوريكم كيفيه الطهي. بعد ما دازت 25 دقيقه على الباقيت ديالي وخمر، الان غدا ناخذ واحد القريعه بحال هكا فيها الماء وغادي نرش جميع القطع بهذه الطريقه، ضروري من هذه المرحله ثانيه البنات تقدروا تاخذوا زليفه تاع الماء وتحاولوا تفزقوا شويه الباكيت ديالكم بحال هكا، كيجي مقرمل وكياخذ داك اللون الاحمر من الفوق، ما كيجيش بيض الباكيت من الفوق. وكناخذوا بحال هكا واحد السكين ماضي ولا زيزوار وكنبداو نشرقوا شويه الباكيت ديالنا الشكل اللي بغينا بحال هكا،
ولا بحال هكا نيشان الطريقه اللي بغيتو. نحاول نشرقهم شويه مزيان يدخل فيهم داك الزيزوار باش يعطيونا واحد الشكل زوين ومنظر ملي يطيبوا. فهاد الاثناء انا راني درت الفران كيسخن غير من التحت، ما كنقصوش العافيه، كنديروها لاقصى حد. وغادي نحط فيه واحد صحن ديال الحديد بحال هكا، غندير فيه ما بارد وغنحطو من التحت وغنحط الباكيت ديالي من الفوق مباشره فوق العافيه، ماشي هنايا، مباشره فوق العافيه. والصحن تاع الماء لتحت. هاد الطريقه كنديروها باش تعطينا هذيك لاكروستيون الباكيت ديالنا يجي مقرمش ما يجيش قاصح وتغلب عليه العافيه، كيطلع عليه داك البخار وكيخليه يجي رطب. وبالنسبه للفران ديال الضوء فحنا كنديروه على 250 درجه المده تتراوح من 30 حتى 35 بحالو بحال الفران الغازي، وكنتسناو عليه حتى كياخد اللون من الفوق ومن التحت وكيطيب وكنخرجوه. وبعد مرور 35 دقيقة البنات الباكيت ديالنا كيجي على هاد الشكل، هاهو يلا خرجتو باقي سخون، كيجي على هاد الشكل مقرمل في نفس الوقت طيب مزيان. خليكم باش تشوفو، هانتوما كيما كتشوفو طيب وكروستيو مقرمل. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، دعموني على قناه ديالي نجاة الزيانيه، وبصحه وراحه.